استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بمطار القاهرة الدولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته. حيث توجه الرئيسان إلى قصر الاتحادية وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة تلتها أخرى موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بالرئيس التركي في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، بما يفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية ويثري التعاون المشترك ويؤكد الاعتزاز بالإرث الحضري والثقافي العريق للشعبين الشقيقين.